فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان عندي عامل نصراني وقام بذبح الذبيحة لي من أجل اللحم، فهل يجوز أن أكل منها؟ لا، لا تأكل منها. نعم، إيش يقول؟ إذا كان عندي عامل نصراني، نصراني نعم، وقام بذبح الذبيحة لي من أجل اللحم، فهل يجوز لي أن أكل منها؟ ذبيحة نصراني إذا ذبح على الطريقة الشرعية فلا بأس، الله أباح لنا ذبائح الكتاب. نعم.